الرسائل دي. والله يا استاذ ابو علي، علي من الاردن، بشكر حضرتك جدا تاني. استاذ ايمن الحفني، بشكرك جدا، تفائلوا بالخير والارهاق من كتر التفكير اللي احنا فيه. نبعد شويه عن الكورونا واخبارها، من كتر الاخبار جابت للواحد احباط. ربنا ما يجيب لنا احباط، هي ضروره للتوعيه، وان احنا لازم نكون يعني حاملين هم انفسنا وهم بعض، ضروره يا جماعه. استاذ رجب بشكرك جدا والله، معلش انا والله ساعات يعني النهارده اشوف الرسائل والمكالمات خدت معظم الحلقه، لكن انتم يعني على عينه وعلى الراس. بيقول بيخطئ اللي بيظن ان شخصيه مفرطه الحساسيه شديده الانفعال وضعيفه المنطق وسريعه التاثر ودمعتها قريبه بس، لكن الشخصيه مفرطه الحساسيه بتتميز بالكثير من المزايا اللي بنفتقدها، وهي التعاطف مع الآخرين، التقدير ومراعاة المشاعر، الإبداع، الابتكار، الاستبصار، حسن الاستماع والإنصات، عمق التفكير، الروحانيات، الذكاء الاجتماعي، الحس المرهف، التمسك بالقيم، الانتباه للتفاصيل الصغيرة، الانتباه للتلميحات، التأمل والتدبر. والله معاك حق جدا جدا، احنا مش ضد كل التفاصيل الحلوة في الشخصية الحساسة، لكن وانت شخصية حساسة لازم تخلي بالك، تحافظ على نفسك، حافظ على نفسك من الإحباطات المتكررة أو من رهافة حسك تأثر عليك.